بدري يا سالم بدري. باقي احد ولا شاف الاعداد؟ السلام عليكم. صبحكم الله بالخير. شباب للاسف انه لازلنا في بدايه البرنامج ونشاهد مثل هذه التطاولات ونشاهد عدم التوفيق لبعض الاشخاص اللي ما مثلوا انفسهم تمثيل مشرف للاسف. انت هنا جاي نجم. النجم لها اخلاق ولها اداب لازم يلتزم فيها. ولا هي بزينه انك في بدايه البرنامج والرجل مسكون في الباب. هذه أمر سيء في تاريخ النجم اللي يبي يوصل للناس. احنا تونا نشيد في النسخة ونقول النسخة وصلت في هالعشر أيام، وشفتوا زملائكم اللي غادروا السبعة وشلون بدري يا فايز وين فيه؟ داخل وين؟ شباب اخصموا عليه 300 ها؟ نقول لازلنا في البداية، وانت تجيني تستعرض عضلاتك وكل واحد وده يلعب دور البطولة ويتصدر المشهد. ترى هذه ما هي بطولة، ذي مقدم فقرة جاي يقدم فقرته، واجب عليك انك تحترمها مو على كيفك. تخربون فقرته بهالشكل وطلبات وكل واحد وده يتصدر المشهد ويلعب دور البطولة، لا يا حبيبي غير مرحب فيك. ولا عندي مشكلة استبعد أي عدد، أنا عندي احتياط مشغليني. أقول لكم امسك الباب وعطنا من الاحتياط. نجوم منكم وأطيب. لكن لا تجيني في الفقرات تخربها، مو على كيفك. ولا عطنا اللي قبلك على كيفهم عشان نعطيك أنت. أمس في التصفيات جايينا في كل واحد يبحث عن فرصة. ومريتوا على هالمراحل اللي حتى أسركم وقبائلكم أشغلتم بالتصويت، وفي الأخير أما مرحلة هروب علشان ساعة ساعتين تدفع شرط جزائي عشان تكمل، يعني في اثنين دافعين الشرط الجزائي ليش؟ ما تسوى عليك هالساعة ولا الساعتين اللي بتطلع فيها. أسركم يكلمونا احنا بندفع الشرط الجزائي، وش ذنبهم طيب؟ تدفعونهم المبالغ. الخانة مستانسة ترى، أنا أول مرة أشوف البوابة بدون حارس. استانسوا على الشرط الجزائي. هطلع ما يخالف وادفع. غلط يا شباب، احنا لا زلنا في البداية. قدامكم 80 يوم. إذا بهالشكل هذه كارثة. وين شنار؟ تعال خذ الكرسي وتعال. جيبوا له كرسي يا خذ هذا تعال خذه.